أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. مقترح حكومي جديد ضمن مجموعة من الإجراءات هدفها تفعيل إبعاد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. المقترح وفقا لرئيس الحكومة ستيفن لوفين ستتمكن من خلاله الشرطة من دخول أماكن العمل للكشف على هويات العمال حتى وإن لم يكن هناك أي شبهات تتعلق بارتكابهم أي جرائم، وذلك لتسهيل عملية الإبعاد من جهة ولضمان عدم استغلال الأيدي العاملة من جهة أخرى. يذكر أن الشرطة تعاني من مشاكل في إتمام عملية الإبعاد لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، ولديها قرابة 19,000 ملف إبعاد. بعد 140 عاما إريكسون تخطط لوقف تصنيع منتجاتها داخل السويد وفق وثائق داخلية مسربة من عملاق صناعة الاتصالات العالمية. الشركة تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تقليص النفقات والمصاريف في واحدة من أكبر قطاعات الإنتاج، ما قد يؤدي إلى احتمال فقدان 3,000 موظف لأعمالهم في الشركة التي تتوزع وحدات إنتاجها الرئيسية في بوروس وكوملا. وفيما لم تؤكد الشركة أو تنفي صحة هذه الوثائق، اكتفت ببيان مكتوب أرسلته لوكالة الأنباء السويدية قالت فيه إن خطة خفض التكاليف ستؤدي إلى تخفيض عدد الموظفين في فروع الشركة حول العالم. وتعاني إريكسون منذ فترة من مشاكل مالية أدت إلى إقالة مديرها التنفيذي. أعمال شغب وعنف شهدتها منطقة بريخون في توبوري تمثلت بقيام مجموعة ملثمة من الأشخاص بإحراق السيارات ورشق عناصر الشرطة وفرق الطوارئ بالحجارة والألعاب النارية ووضع الحواجز المشتعلة. وأصيب اثنان من عناصر الشرطة بعد أن سلطت عليهما أشعة الليزر التي من شأنها التسبب بإصابات خطيرة. الشرطة قالت إنها تعمل على التحقيق فيما حدث، مشيرة إلى أن المشتبه بهم أشخاص من مواليد العام 87 و99. قال لاجئون للكومبس إن طالبة لجوء نقلت إلى المستشفى صباح اليوم بعد تعرضها إلى اعتداء من قبل حارس أمن الكامب الذي يقطنون فيه بمنطقة تيبي بارك في ستوكهولم. وردا على ذلك قام العشرات من اللاجئين باعتصام أمام الكامب، ما أدى إلى توتر شديد بين اللاجئين من جهة وإدارة الكامب من جهة ثانية. ذكرت شرطة مالمو إن مجموعة من الصبية تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما كانوا وراء حرائق السيارات التي شهدتها مالمو ليلة أمس، وقالت إن هناك دوافع عدة تدفع للقيام بمثل هذه الأعمال التي ابتليت بها المدينة منذ أواخر الصيف الماضي، من بينها رد الفعل ضد الإجراءات التي تتخذها الشرطة ضد عصابات المخدرات. ودعت الشرطة المواطنين في حال عدم تعرضهم للخطر أن يقوموا بتصوير الأمور التي يجدونها مثيرة للشبهات بكاميرات هواتفهم المحمولة. المنسقة الوطنية الجديدة لمكافحة التطرف والعنف هيلفي إنغستروم تقدم استقالتها من منصبها بعد قرابة أقل من شهر على تسلمها إياه، ولم توضح أسباب هذه الاستقالة إلا أنها أكدت في بيان صحفي نشرته اليوم وكالة الأنباء السويدية أن بلدية أوبلاندس فاسبي التي كانت تترأس مجلسها البلدي في السابق عرضت عليها العودة إلى عملها فيه مؤكدة موافقتها على العرض. وكانت إنغستروم تسلمت منصبها في 29 من أغسطس الماضي خلفا للمنسقة السابقة منى سالن التي تركت مهامها على وقع اتهامات لها بتحريف راتب أحد حراسها في العمل لمساعدته في شراء منزل. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.